السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحضر معكم واحد كوكيز كيجي زوين وبنين وكيعجب الوليدات الصغار بزاف. نبداو بالمقادير على بركة الله. عندنا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق بالعبار ديال كأس العنبة، عندنا كأس ديال الزيت ما يعادل 150 مليلتر، عندنا الكاكاو زائد فلون كاراميل ساشي ساشي، عندنا نصف كأس ديال المايزينا، عندنا كأس ديال العنبة ديال سكر كلاصي ما يعادل 100 غرام، عندنا خمارة ونصف، جوج ديال البيضات، جوج معالق ديال الزبيب مقطعين، وكأس لاروب ديال حبيبات الشوكولات. نبداو على بركة الله. كناخدو جوج ديال البيضات، كنزيدو عليهم قبيصة ديال الملح، كنزيدو عليهم كأس ديال سكر كلاصي ما يعادل 100 غرام، وكنخلطو من بعد ما خلطنا البيض مزيان مع السكر كلاصي، كنزيدو كأس ديال العنبة ديال الزيت. من بعد ما كنخلطو مزيان كأس ديال الزيت مع البيض والسكر كلاصي، كنزيدو عليهم ساشي ديال كاكاو والفلون كاراميل مع الاستمرار في التحريك. من بعد ما كنخلطو الفلون ديال الكراميل مع الكاكاو مزيان، كنضيفو نصف كأس ديال مايزينا، مع الاستمرار في التحريك. ملي كنحركو مزيان الفلون كراميل والكاكاو مع الخليط، وكنضيفو من بعد مايزينا. مايزينا مهمة بزاف لأن هي اللي كتعطي الكوكيز القرمشة وكتعطي ديك الهشاشة. كنزيدو الزبيب، جوج معالق مقطعين، من بعد ما كنخلطو المقادير كلها كنبداو نضيفو الطحين شيئا فشيئا. كنخلطو في الأول بسباتول، من بعد كنبداو نستعملو الأيدي ديالنا. كنضيفو الخمارة ونصف، من طبيعة الحال الطحين خصنا نكونو مغربلينو مزيان، وكذلك الخمارة والنصف. كنبداو نضيفو الطحين، كنكملو بالأيدي ديالنا. بعد ما كنجمعوا العجينه على هذا الشكل، كنضيفوا لي بيبيت ديال الشوكولا وكندخلوهم مزيان في العجين. من بعد ما دخلنا لي بيبيت ديال الشوكولا في العجين، دابا كندوزوا للمرحله الاخيره، هي اننا كنبداو نكوروه على شكل دوائر وكنحطوه في صفيحه الفرن. من بعد ما عملنا الكوكيز ديالنا على شكل دوائر، كنضغطوا عليه مزيان بالكف ديالنا باش ما كيجيش غليظ ومدقص، وكنوضعوا بعض الحبيبات ديال الشوكولاته من الفوق باش كيجي متزين مزيان. البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الكوكيز، تعطيوه لوليداتكم صحي وزوين. انا درت فيه الزبيب ولي بيبي ديال الشوكولا، تقدروا تزيدوا اللوز، تقدروا تزيدوا القرقاع اللي بغيتوا اللي متوفر عندكم في البيت. وبالصحة والراحة، ونتمنى يكون يعجبكم، ونتمنى انكم تجربوه.